هنا الشفرة كلها. واو دخلنا على السيرفرات. هاك طلعت شغلة بومباستيكية لو شي خرافي والله. فاكرة عن شي بسيط لو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة جديدة. بهذا اللعبة راح نسوي في السلسلة، ما بعرف اذا راح اكمل فيها ولا لا، بس راح اقول لكم شو عليه بالبداية. هاي اللعبة اول شيء احكي لكم عليها، هاي اللعبة موجودة قديمة اسمها ويتشر دوغز 2. طبعا هاي اللعبة هلا موجودة مجانا، يعني خذ الفيديو انت عم تشوفه في الفيديو فهي مجانية، ممكن تدخل على بيج جيمز وتاخذها مباشرة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا انت بدك هلا جوز انت تشوف الفيديو بعد ما يكون خلص العرض، تمام؟ بسبب انه انا شوي في عندي شوي مشاغل فتأخر الفيديو ينزل، فانت شفت ثاني يوم الفيديو، فثاني يوم كان خلصان العرض المجاني، فمنتهي لأنه هو 24 بينتهي التاريخ، تمام؟ 24 ساعة ستيب. إذا ضيعت هذا الشيء بإمكانك تتابعني على فيسبوك، انستغرام أو تويتر، واحدة من ثلاث المنصات هاي أنا بنشر عليها كل أسبوع يوم الخميس الساعة 6 أو 7 أو 8 يعني بهالحدود، بس المهم يوم الخميس بنشر عليها أشياء الألعاب اللي تنزل مجانية إذا كانت حلوة ولا لا بشكل أسبوعي، تمام؟ طبعاً بالإضافة أنا بنزل شغلات كتير حلوة على الستوري تبع الفيسبوك والإنستغرام، إذا بدك تتابع على الفيسبوك أفضل شيء، لأنه الفيسبوك هو بعتبره إنه الأشمل، دائماً بنزل عليه كتير أشياء، هو الإنستغرام، يعني أي المنصتين ما في فرق، الإنترنت ونفس الشركة ذاتها. المهم، رح نلعب هذا الفيديو، بهذا الفيديو رح نلعب هاي اللعبة، طبعاً أنا خلصت جزء منها، خلينا نفوت. تمام، انا خلاص جزء منها هو البدايه وتعلموني عليه، فجيت دخلت هلا انا بالبيت هون، رح اشوف ايش رح اعمل هلا انا هون بالبيت. تمام، لعبه جدا خرافيه حسب راي النقاد، رح افرجيكم اياه. حسب راي النقاد لا باس فيها، جيده قويه 82 ب 82، يعني مو صبيح، يعني هي انا اكثر من 75 فورا بلعب اللعبه بجربها. لكن على كل حال اذا بدكم انزل لكم فيديو ثاني عنها ان شاء الله، رح تشوفوا هذا الفيديو مدته 15 دقيقه، رح احل لكم اياه ان شاء الله، عمل مهمه فيه ونشوف اذا نقدر نخلصها ولا ما نقدر نخلصها. المهم على كل حال رح يكون مدته 15 دقيقه الفيديو كلياته. اذا عجبكم اكتبوا لي، رح تحطوا لي لايك، خلينا نوصل هذا الفيديو ل 30 لايك، اذا وصل ل 30 لايك رح اعمل لكم فيديو ثاني لها، تمام؟ اذا ما وصل خلص هون خلصنا السلسله، سكرنا عليها ندور لكم على غير سلسله، تمام؟ وهلا خلينا نبلش بالفيديو. ليست جو اكزيت يو ار مود. بيلي اخرج من الاوتيل، تمام حلو. اول مهمة مطلوبة مني لازم اخرج من الاوتيل. اخرجنا. ايوه بوش. ايش بدنا نسوي معلم هلا؟ هلا بيلي بروفاي بيبول فور. بصير هكر للناس. طبعا الان لازم نحكر سيارة. هيك قدام العالم يمين. لوكيشن خريطة، لا تمام. هلا لازم نروح على اللوكيشن هاد. شكلنا بدنا نروح نتكلم الجسم الخنصرية. حلو، بدنا نلاقي حدا، الهدف هذاك هو قدامي، لازم ابعت حدا يروح يحكي معه قبل ما تنتهي المحادثة. حلو، عجبتني شغلة الهكر. 850. طب ايش مطلوب مني؟ انا ما فهمت لحد الان في شيء مطلوب مني. كان ما معي مصاري، لازم ادخل اشتري شغله من المتجر. ايوه هلا فهمت. ايوه طيب ندخل على المتجر لنشوف ايش بدنا نسوي. لازم نشتري. ايوه لازم نشتري. هو معطينا مكان لازم نروح لعنده لو نوقف. في شيء شرطة. ايوه لازم اروح الاخ الكبير. هلا قسمت ايش المطلوب مني. ايوه نايس. شو عندهم؟ والله عندك شو عندهم ميراد. هلا انزل.
yeah, I know you feel me, and I was a spy in the data that chose to listen, the data that chose to rip it to carry on the tradition into submission, like prison is locked down, stuck in the spot now, locked down. والله فكرت جميلة جدا بوصلات ماشي زيادة. وصلنا على البيج براذر. تمام الان ايش مطلوب هند تمعناها على المخابره. طبعا هلا هي في شيء خطر حب وجهها تمام، فانا لازم انقذها هلا. ما فهمت ايش قال بس المهم. موبايل كول لوكيشن، مكان التليفون اتصل منه. ايوه لازم نروح لعنده. اركب 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 اركب. مطاردة مطاردة، روح قلب المطاردة لو فيها بس تيربو. شلون بخلي ياكل مخالفاتات؟ ما هو ماشي بالمعاكس يعني كيف ياكل مخالفات؟ في شيء نهكره نستفيد منه. Yeah. I'm sorry, I overreacted. You just make me so crazy sometimes. وين ده وقف هذا المجنون؟ Come on back, okay? I promise I won't freak out on you. Aiden. شكله عطلة سيارته. Oh nice. You're going after that creep, aren't you? Well. You're doing it right now. I can't believe you. It's not like that. Let what? Yeah, the call's breaking up. I can't hear you. No, you can hear me perfectly. You need to stop right now. Yeah. Hello? You still there? Can't hear you. Okay, gotta go. Oh! عشان نزف على الطلالي. I don't know. لازم اشتري طبعا. فانا لازم مطلوب مني اشتري 416 السنت رايفل. 416 هذا لقي 416 السنت رايفل 416. طول بالك شوي خلينا نعرف ندور على 416. وين هذا 416 السنت رايفل؟ هذا هو لقيته الثاني. 1200 دولار. تمام باي. معي رصاص. تمام معي رصاص. تمام. Thanks so much, Nat. Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from activist hacker group DedSec. When asked about security changes, Bloom spokeswoman Sharp. سوري. انا توبة. اي عيني. شو انا دخلت هيك دخلي غلط. You are killed.
طيب تمام، هلا بلش الحماس يا شباب. الان بدا الحماس. حلو، انا المطلوب مني لازم ادخل لهنيك. فين طريق لك؟ طبعا هي اللعبه تحكير بتحكير، يعني لازم انت ما تدخل. حلو، تقدر تقول هلا نحن عرفنا ايش كنا هذول عم حشيشوا ولا ايش عم سووا هذول. حلو تمام، هلا نحن بالافضل هو لازم المشاريع كلها ندخل عليها من الظهر. ايش عم بصير؟ انا قلت ايش كنا هذول لما بلي. هاي الكاميرا ايش بتصور؟ حلو، المكان ممكن انه نخترقه من الطرف ندخل عليه، في عنا هون انبوب. طيب حلو، اخذناه من ذاك الطرف. طيب فهمنا ايش المهمة، ايش لازم نسوي. Search over there. Watch yourself. It isn't over yet. Don't speak Jack. I'm gonna check somewhere else. Look out. Start looking. Looks clear. Help! We're hit! It's looking clear. I'll head down. Don't see Jack. Gonna check somewhere else. Careful! Need better cover! Be careful! Go for cover! Shut him down! I'll cover you! Shit! We got him! Get the cover! Take him out! Ooh, كشفنا. I can handle this. طيب ليش؟ Hello. موت موت يت. نعم قتلني مرة تانية. لازم ندخل من دون ما حد يحس علي. بقدر اتحكم بتليفوناتهم وقتلهم. لا قتلت اثنين انا. نايس. طبعا الدنيا صارت ليل وانا لساتي عم بحاول. رباني هدف جديد هون. شلون بوصل لهنيك؟ ايوه دخلتهم لجوا القناة. نايس. ايوه فهمت شو المطلوب. فهمت.
That was weird. أيوة شفت شلون وصلت الشبكة. ألو في عندي هون شغلة لازم هلا أشوال. ألو فتحنا هذا القفل. ألو أو مثل عنا هون دارات لازم من هلا ما هي محلولة يا معلم. ايوه فهمنا شيء. فكينا الشفرة كلها. واو دخلنا على السيرفرات هاك. والله شغلة بومباستيكية لو. والله شيء خرافي. والله فاكر عن شيء بسيط لو. قابلت هاك السيرفر. واو لقيت 3 اهداف لازم اقتلهم. واو looking at the network as we speak. You got your access and I've got mine. Profiler systems online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff. Back in the strip. Keep an eye out for online traffic. If I can see them, they can see me. All right, I gotta move. I mean, a lot of noise here. Give me time to track your caller. I'll be in touch. نعم أنا قلت إيش لازم أسوي. Leave to area. أخرج من المنطقة. والله أشي بومباستيك. وين السيارة اللي جيت فيها؟ ناخد سيارة جديدة لو. وين لازم انا اروح؟ ايوه عطاني 3 اهداف. يلا هذا بطريقي روح انا نشوف ايش فيه. شارع لي مويكم. اقول لك رح اوقف انا هذا الحاج حاجة يكفي لانه صار الفيديو شوي طويل صراحة. اذا عجبكم الفيديو عملية الهاك اللي ما صايرينها اللي عملناها شي بومباستيك صراحة انا هلا شددت اللعبة. اذا ما عجبتكم رح اكمل لحالي تمام. بس كون وصلنا هنا الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك وصلنا كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة. ولا تنسى طبعا تتابعنا على الفيسبوك او الانستغرام اللي تحت روابطهم تحت صندوق الوصف او تحت طلع قدامكم هون يمين يسار المهم طلع قدامكم على الشاشة. فإذا بتحبوا نكمل بهذه السلسلة خلينا نوصل 30 لايك لهذا الفيديو إن شاء الله ولا 25 لايك خيو خلينا نوصل 25 لايك لهذا الفيديو إن شاء الله ورح نكمل هاي السلسلة كاملة. أنا إن شاء الله رح ننزلكم عنها فيديوهات أكثر ونلعبها بشكل أكبر. هلا أعطاني مشينين جدد لازم أروح أشوفهم. بس قبل ما أروح أشوفهم هترك الفيديو الجاي إن شاء الله ونكملهم. وشكرا وصولكم لهي الثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.